يعني في هذه النسخة من المجوهرات العربية، المجوهرات العربية. طبيعي المعرض لعدد من السنوات كان يتطور، وصل أن جميع القاعات الموجودة في أرض المعارض مأخوذة، بالإضافة للخيام خارج المباني الرئيسية. طبيعي عدد العارضين في زيادة، عدد الدول اللي شاركت فيها زيادة. يعني أعتقد أن في أهمية دائما لوجود معارض متخصصة، وهذه أحد المعارض اللي تجذب المواطنين والمقيمين، بعد حتى من دول الغريبة يجون بشكل مستمر على أساس أن يشوفون ما هو جديد وما هو موجود في هذا المعرض.